السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أصدقائي وصديقاتي، أبطالي وأميراتي، أبطال الصف الثاني. معاكم المعلمة هند صالح، معلمة اللغة العربية للصفوف الأولية. أهلا وسهلا بكم معانا في الحصة التجريبية. أتمنى على ما في نهاية الحصة تكونوا طلعتوا باستفادة. أتمنى أشوفكم كتير. الحصص التجريبي اللي داخلينها معانا دي كله الأكاديمي، كل أكاديمي بتعملها، وده حقكم علينا، لأن مش هينفع إن احنا أدخل ابني أو أدخل بنتي في أي مكان وخلاص غير لما أشوف الكادر التعليمي. ولكن في بس حاجة بسيطة هفرجكم عليها أو تسمعوها، تاريخ الأكاديمي اللي انتم مشرفينها النهاردة، تاريخها وإمكانياتها ومميزاتها. وطبعا بشكركم ان انتم جيتوا معانا الحصة دي، سواء عن طريق ترشيح من حد من اللي معانا في الأكاديمي او عن طريق إعلان. فطبعا اي حد لما بيتكلم عن اكاديميتنا مش بيبقى عارف التاريخ بتاعها او المميزات اللي فيها. خليكم معانا دقيقتين وهنرجع تاني مع الفيديو. MS Academy، اتعلم صح في المكان الصح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جات لنا استفسارات ورسائل كتير عن MS Academy والنظام الخاص بالأكاديمي. MS Academy مدرسة أونلاين لتدريس المنهج المصري سواء عربي أو لغات، جميع المراحل من كي جي 1 حتى الصف الثالث الثانوي. الحمد لله دي خامس سنة لينا على التوالي في التدريس أونلاين. مدرسينا خبرتهم لا تقل عن 15 سنة للمرحلة الثانوية ولا تقل عن 10 سنوات للمرحلة الإعدادية. بنقوم بتدريس جميع المواد المقررة على الطلاب في جميع المراحل، وأضفنا العام الماضي الفرنش والبرمجة للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، وإن شاء الله هذا العام هنضيف UC Math واللغة الألمانية. بالإضافة للجزء الديني سيتم تدريس مادة القيم الدينية كالعبودية والحق والأمانة والعدل والحرية. ده الويب سايت الخاص بينا، تقدر عن طريقه تعرف الأسعار الخاصة بينا وتشوف المدرسين والكوادر والخبرات الخاصة بكل معلم. دي منصة MS Academy الخاصة بينا، عليها الواجبات اليومية، عليها الاختبارات الأسبوعية على ما تم دراسته في نهاية كل أسبوع، وأيضا في نهاية كل شهر في اختبار ورقي واختبار آخر إلكتروني. الاختبار الورقي زي اختبار أبناؤنا طلاب الحضور في مصر. الاختبار الإلكتروني بيكون زي اختبار أبناؤنا في الخارج طلاب السفارة، عشان الطلاب يتعودوا على نظام الامتحان بالطريقتين طبعا. النظام عندنا بيكون نظام مدرسي بجدول، زي الجدول الواضح قدام حضراتكم لجميع المراحل. شغلي من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 1 أو 2 ظهرا. وما نسيناش طبعا طلاب المسار المصري، برضو عندنا نظام مدرسي بجدول فترة مسائية لجميع المراحل وجميع المواد من الساعة 3 عصرا حتى الساعة 8 مساء، وحريصين دايما ان جميع الحصص تتسجل عشان لو طالب تغيب او حصل اي ظرف يقدر يرجع ليها في اي وقت. عن طريق صفحة MS Academy على الفيسبوك تقدر تشوف الريفيوز الخاصة بالطلاب واولياء امورهم فيما يخص MS Academy. كمان تقدر تشوف الفيديوز الخاصة بانشطة الاكاديمي طوال العام الدراسي. أسعارنا لا تقارن بالخدمة اللي بنقدمها والجودة اللي هتلاقيها وتشوفها بنفسك لما تشترك معانا. أفضل استثمار في تعليم أولادك إن شاء الله هتلاقيه في MS Academy. شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. MS Academy بتعلم. أهلا وسهلا بكم أصدقائي صديقاتي مرة تانية.
نورتونا في ام اس اكاديمي. طبعا كلنا السنه اللي فاتت طلعنا من الصف الاول وعندنا مشكله الايه، مين ما بيحبش ايه، كلنا ما بنحبش ايه، نقرا نتملى، صح صح ماما انا عايز اقرا مش عايزه اتملى، صح ولا لا؟ صح. يونا كل شوية املى 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 املى. عايزة اقول لكم على حاجة، اللغة العربية هي لغة، يا ترى فين احسن لغة؟ لولا ليان. نعم، اللغة ها العربية. شفتيني. ايه هي افضل لغة؟ طب ليه؟ مين يقول لي ليه؟ مين عشان يقول لي ليه القرآن اللغة العربية الكريم، افضل لغة؟ عشان ايه؟ القرآن الكريم الله باللغة عليك، العربية. الله عليك، افضل لغه في لغات كتيره. الله عليك حبيبي. مين؟ يحيى، اهلا يا يحيى، وحشتوني. عشان اهلا القرآن ازيك يا الكريم. مسندس، وحشتوني. طيب خلونا بس وبعدين نبقى نتكلم. اللغه العربيه في لغات كتير، افضل لغه هي اللغه العربيه. ليه؟ زي ما اصدقائنا قالوا، لان دي اللغه اللي ربنا اختارها. المفروض أشوف. لأن دي اللغة اللي ربنا اختارها من كل لغات العالم للقرآن الكريم. فربنا ميزنا بالإسلام الحمد لله، وميزنا بالقرآن الإيه؟ باللغة العربية اللي بمنتهى السهولة بنقدر نتعلم ونقرأ القرآن الإيه؟ الكريم. عايزة أقول لكم يا أصدقائي، في أجانب كتير وما بيعرفوش عربي، بيتعلموا اللغة العربية ويتعلموا إزاي يقرأوا زينا علشان يعرفوا يقرأوا القرآن الكريم. تخيلوا احنا بقى، يبقى احنا بالنسبة لنا اللغة العربية هتكون ايه؟ أسهل بكتير. أيوة معلمة، بس أنا بيبقى في حاجات في الإملاء كده وبتكون ايه؟ صعبة. مش صعبة ولا حاجة. طيب يعني زي ايه؟ معلمتي بيكون عندي كده التنوين ده بيغلبني. أكتبه نون ولا اكتبه؟ عندي في صديقتي هي بتضحك، عارف تقريبا عندها نفس المشكله، محمد احمد، اللي اغلب اسمه محمد احمد، صح؟ نعم. معلمتي ما انا التنوين ده بيلخبطني، التنوين ده بنطقه نون وانا عندي حرف النون ازاي بقى يعني؟ يعني طب وعندي كمان التاء المربوطه والتاء المفتوحه والمد والحاجات كتير كده بيلخبطوني. يعني انا ببقى عارف بس الفتح والضم والكسر، دول بعرف اكتبهم حلوة قوي قوي قوي، بس لما تيجي بقى يا معلمتي بقى تقولي لي كلمة اخرها تاء، طب يا ترى اكتبها تاء مفتوحة ولا تاء مربوطة؟ التنوين ده بيغلبني. تعالوا هنمشي مع بعض خطوة خطوة. النهاردة هناخد تاء المربوطة، نشوف ازاي هفرقها بينها وبين التاء العادية، وازاي النهارده ان شاء الله هتبقى اخر وقت هتلخبط اصلا بين التاء، ازاي اكتبها تاء مربوطه ولا تاء مفتوحه. جاهزين الابطال؟ جاهزين افتح المايك للابطال ولا اطفال؟ ها جاهزين يا ابطالي؟ جاهزين جاهزين. جاهزين الاميرات، الاميرات، الاميرات يا عزاز، جاهزين 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 جاهزين. كلنا هنقفل المايك، يلا تعالوا نشوف. جاهزين جاهزين كلكم بقى، خليكم معايا، تعالوا نشوف ازاي. طبعا انا اتمنى اشوفكم كتير، بس حتى لو حصل اي ظرف مش هتقدروا تنضموا لينا فاستفادوا بالحس. يلا بينا. التاء المربوطة والتاء المفتوحة. التاء المربوطة دي تاء شقية قوي، غلبوية قوي، بتقعد تغلبنا. بتقعد تعمل ازاي يعني؟ اجي بقى انا عشان اتملى، حديقة مثلا او كورة، كو كو را كو را تو. يا ترى هكتبها كده بالتاء دي ولا هكتبها بالتاء المفتوحة؟ مش عارف. لا من النهاردة ان شاء الله مفيش حاجة اسمها مش عارف أو مش عارفة. تعالوا بصوا معايا كده، التاء المربوطة دي الاتنين دول واحد، احنا عارفين التاء المربوطة دي
كانت قاعدة بتغيظني، كانت ايه بتغيظني، خليكوا معايا. التاء المربوطة دي كانت قاعدة ايه بتغيظني، وبتطلع لي ايه، بتطلع لي لسانها بتقول لي ايه، انا التاء المربوطة، انا تاء البنوتة، ممكن تنطقيني تاء وممكن تنطقيني هاء. تاني، تاء المربوطة بتغزني دايما وتقول لي ايه، انا التاء المربوطة، انا تاء البنوتة، ممكن تنطقيني تاء وممكن تنطقيني هاء. قعدت تغزني التاء المربوطة كتير، وكل شوية تقول لي كده، وكل شوية تغزني، كل ما اجي اتملى كلمة تغزني وتقول لي ايه، مش هتعرفي تكتبيني، انا شوية تنطقيني تاء وشوية تنطقيني هاء، مش هتعرفي تكتبيني. قعدت افكر كده ومش عايزاها ان هي تنتصر عليا. طب يا ترى اعمل ايه، يا ترى اعمل ايه؟ قلت بس اللي هي بتغزني بيه ده انا هعرف اكسبها ازاي يا معلمتي، تعالوا معايا كده ونشوف ازاي. اللي داخله باسم محمد خليكي معايا، محمد احمد. طيب تعالوا نشوف ازاي كده يا اصدقائي. دلوقتي انا عندي التاء المربوطه دي بتقول لي ممكن تنطقيني في الكلمه تاء، في نفس الكلمه ممكن تنطقيني هاء. طيب هي التاء المربوطه دي ينفع تيجي في اول الكلام؟ التاء المربوطه دي بتيجي في اول الكلام؟ لا، بتيجي في منتصف الكلام؟ لا، بتيجي فين؟ في اخر الكلام. الله عليك. طيب دلوقتي لو انا جيت معلمتي جت ملتني كلمه حديقه، طب يا ترى هكتبها ازاي؟ التاء المفتوحه ولا التاء المربوطه؟ ما انا بتلخبط. لا، انا قعدت افكر بقى وقلت خلاص انتي مش هتلخبطيني تاني. ازاي؟ مش هي كانت قاعده بتغيظني وتقول لي انتي ممكن تنطقيني تاء وممكن تنطقيني هاء في نفس الكلمه، في نفس الكلمه ممكن انطق التاء المربوطه في الكلمه الواحده، اقدر انطقها تاء واقدر انطقها هاء. خلاص اتحلت، بسيطه جدا. ازاي يا معلمتي؟ تعالوا نشوف دلوقتي لو جت مامتي ملتني كلمة، جت معلمتي ملتني كلمة آخرها تاء مربوطة، أتصرف إزاي؟ تعالوا معايا بقى، بصوا هنا عشان هنحل الإيه؟ هنحل اللغز. جت معلمتي أو مامتي دلوقتي ملتني الكلمة دي حديقة، خليكم معايا عشان همليكم، يا تقى ولا تقوى، خليكم معايا عشان همليكم. جت ماما ملتني كلمة حديقة، أنا عارفة إن أغلبكم طبعا عارف يكتب الكلمة دي بس أنا بديكم مثال. طيب حديقة أكتبها إزاي؟ هعمل إيه؟ يا ترى أكتبها بالتاء المفتوحة ولا بالتاء المربوطة؟ بصوا معايا هنعمل إيه؟ بصوا هنعمل إيه؟ مش أنتِ يا تاء يا مربوطة قعدتي تغيظيني وتقولي لي ممكن تنطقيني هاء وممكن تنطقيني تاء؟ طيب إن دلوقتي ماما نطقتني بالإيه وهي بتمليني؟ بالتاء. انا بقى هشيل التاء وهحط بدلك الهاء وهنطق الكلمه وهشوفها لو هي نفس الكلمه ونفس المعنى وما غيرتش فيها حاجه هتبقى التاء الشقيه، لو ما نفعتش تبقى باظت خالص هتبقى التاء الطيوبه المفتوحه. تعالى كده يا مازن خليك معايا ونشوف ازاي. حديقة ماما قالتها لي بالتاء، هعمل ايه؟ هشيل التاء واحط الهاء وهجرب هنطقها هتبقى حديقة. وماما قالتها لي ازاي؟ حديقة. طب يا ترى كلمة حديقة هي حديقة، هي حديقة ولا باظت خالص؟ يا ترى هو نفس المعنى ولا المعنى اتغير؟ يا ترى كانت مفرد وبقت جمع؟ يا ترى بقت جمع، كانت جمع وبقت مفرد؟ ها، هي صح؟ ذهبت إلى الحديقة بالهاء آخرها هاء. طب لو نطقتها بالتاء المربوطة، منزل عمي
ممكن أقولها إيه؟ حديقة أبي واسعة، أهي حديقة، نطقها طه بالتاء ونطقتها بالهاء، يا ترى هي هي ولا باظت خالص؟ ها، يا ترى حديقة بالهاء هي هي بالتاء يا أصدقائي ولا باظت خالص؟ ها، أنا فتحت المايك. ها، هي هي، الله عليك، برافو، هي هي، نفسها ما غيرتش، الله عليك، برافو عليك. طالما هي هي تبقى التاء الشائية، طالما هي هي تبقى التاء الشائية. تاني، طالما هي هي تبقى التاء الشائية، طالما هي هي تبقى التاء الشائية. تاني، لو جيت المعلمة ملتني اكتب كلمة مسترة، كلنا عندنا مسترة يا سليم، صح؟ سيب يا سليم اللي في ايدك ده، يا سليم انت مش صغنون، انت كبير وراجل ما شاء الله. يلا، مس ط ط ط، انا بعرف اكتب دول، ماشي. مسترة تو، يا ترى هكتبها تاء مفتوحة ولا هكتبها تاء مربوطة؟ مش عارف، هعمل ايه؟ هجرب، هعمل ايه؟ هجرب، هعمل ايه؟ هشيل التاء واحط الهاء وهجرب. مسترة تو، شيل التاء وحط الهاء ونقرأها، يلا تبقى مسترة، يا ترى هي هي ولا باظت خالص؟ هفتح المايك وتشاور وتقولوا لي يا هي هي ولا باظت خالص، يلا، يا ترى هي هي ولا باظت خالص؟ هي 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 هي، الله عليك. طيب نسكت، 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 نسكت شوية. طب نلتزم بالهدوء شوية. طب نوقف. هي 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 هنقول نوقف، مش بنقولها كتير. طالما هي هي تبقى، هفتح المايك ترد عليا. طالما هي هي تبقى التاء الشائية، طالما هي هي مسترة، ازاي هي هي يا معلمتي؟ مسترة هي هي مسترة، مسترة هي هي مسترة، هي هي نفس الكلمة نفس المعنى. طالما هي هي، مين الكلمة أو مين الحرف اللي بيتنطق بالهاء وبيتنطق بالتاء؟ التاء مين؟ التاء الشائية. وطالما هي هي كلمة واحدة قدرت أنطقها بالتاء مرة وقدرت أنطقها بالهاء مرة وهي هي ما باظتش خالص، تبقى التاء الشائية. طب تعالوا ناخد كلمة ثانية، يلا نكتب. مامتي جاي تقول لي يلا اكتبي كلمة بركات، ب ر ك تو آه. طيب يا ترى هكتبها تاء مفتوحة ولا تاء مربوطة؟ التاء المربوطة دي، ها، يا ترى هكتبها أنهي تاء؟ هعمل إيه؟ هشيل التاء وأحط الهاء وهجرب، هشيل التاء وأحط الهاء وهجرب، أهي بركاتو. حطينا الهاء، يا ترى نفعت ولا باظت خالص؟ عايزة أرد بكلمة واحدة ونقولها مرة واحدة، ما نقولش كتير. يا ترى بركاتو هي هي بركاه ولا باظت خالص؟ باظت خالص، طالما باظت خالص، خالص ممتاز، 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 الله عليك، باظت خالص. طالما باظت خالص يبقى زي ما معلمتي ملتها لي، زي ما ماما ملتها لي، ماما ملتها لي بإيه؟ تو، يبقى هي التاء الايه؟ الطيوبه الهاديه اللي ما بتعمليش شقاوه. اي حد عايز يستفسر عن حاجه او يعمل عن حاجه، بس خلونا في اخر الحصه لو لقينا وقت خلينا نستفاد، يبقى دي التاء الايه؟ التاء المفتوح. طيب عايز اعمل مسابقه بين الابطال والاميرات، جاهزين؟ جاهزين؟ جاهزين ولا لا؟ هشوف فريق الابطال اللي يكسب ولا فريق الأميرات اللي هيكسب؟ جاهزين؟ يلا
طيب أبدأ بمين؟ أبدأ بالأميرات. نبدأ بالبنات الأول صح؟ اسمحوا لي أبطال، الأبطال دايما بيخلوا البنات الأول صح؟ دايما لازم نخلي البنات الأول. جاهزين؟ جاهزين. الأولاد يقفلوا المايك، مش عايزين البنات تفتح المايك، مش عايزين الأولاد يفتحوا المايك ويجاوبوا، مش عايزينهم يكسبوا صح كده؟ فالأبطال يعملوا إيه؟ يقفلوا المايك. يلا بينا الأميرات. جاهزين الأميرات؟ الأميرات جاهزات؟ ها أهلا يا يستو، وحشتني حبيبي، مبسوطة إني شفتكم. أهلا يا قلبي. بس أنا معيش كتاب سنة تانية. ما أنا مش عايزة كتاب خالص، أنا ما طلبتش كتاب. البنات، البنات ممكن الأولاد يقفلوا المايك؟ واضح إن مش هنقدر نعمل المسابقة، واضح مش هنقدر. طيب هقول لكم على حاجة، عايزة أقول لكم سنة أولى كانوا معايا، عايزة أقول لكم في أوقات فتحت لهم المايك وكانوا متعاونين، أنا عامل لكم دوشة جدا، أنا كده قفلت المايك. الأميرات هنشتغل المسابقة بالكتابة ونشوف بقى مين اللي هيكسب، يا ترى فريق الأميرات أم فريق الأبطال؟ البنات فريق الأميرات لا ماتوا بدون مساعدة، أنا شايفة، أنا شايفة. ها يا تقوى، أنت من السيشن اللي فاتت يا توتة وأنت معانا وبتتكلمي، مالك خليكي معانا، مالك زعلانة ليه؟ يلا يا توتة، نفسي أتعرف عليكم واحد واحد بس للأسف يعني مش هيبقى فيه وقت. يلا البنات، أول 5 بنات هيوروني هحكم على الكتابة بتاعتهم. أول 5 بنات هيوروني، هنشوف فريقهم هو الكسبان ولا الخسران. الأولاد برضو يحاولوا يكتبوا يشوفوا كتابتهم صح ولا خطأ. الأولاد برضو بيكتبوا، شوف إجابتك صح ولا خطأ. الأبطال يلا يلا يلا. ها طيب نوران وروان، الله عليكي، رقم واحد، أول أميرة صحيحة، أول أميرة كتبت بطريقة صحيحة، أدي أول أميرة. أيسل، إيهاب، الأميرة الثانية. شهد، مش قادرة أشوف كتابتك، الكاميرا مش واضحة يا باشمهندسة. ها أيسل صح يا أيسل، أدي رقم 2. بسنت رقم 3، برافو. ندى، فين راحت ندى؟ يا ترى في حد هيخطأ؟ راحت فين؟ رودينا رقم 4، برافو أحسنتي. مين؟ ميرا مقلمة، برافو. 5 يبقى الإجابة صحيحة، تعالوا نشوفهم. لحظة خير، يلا بينا. ثواني